فيش تخدم هذا. تثبت بتقترب شرطة بعض أهلا بالدولة فرشت مستعجل نسيتها في الدار سيد عبي بو بو وش نهي هذا اللي في ديك شو تصعب ادي قضيتك اما داريتني ناريتك كاميرا الفاق ملك الدولة صاحبي مش لعب اما هي الدولة هذيك تسرق فيها وفيك هذا حقنا ورجعنا بيدينا اما السرقة سرقة لا لا نخلعوا في الديار ولا نبركيو في العباد بالعكس احنا ناخذوا في حقنا من عند هذوكم اللي سرقونا اللي لبسوا في الكوستيمات ويسوقوا في الكراب بالمليارات ويسكنوا في القصورات هذوكم السراق الصحاح باهي باهي ربي يقدر خير وبر اما هذه اخر مره كانك خايف شد الكاميرا بتاعك برا نمشي رجعها للدوله وانا ظاهر فيك طمع فيها الدوله باش توفر لك موطن شغل وحياه كريمه ما تستنى فيك البطاله وكل وقت باش تجيني تقول لي فما شي خدمه باهي صح انا معك كاميرا في بالي بيها كاميرا تصور على سوق تكوني شو موصلنا الكلام بيه بيه عندك اوتوريزاسيون شو عندي ترخيص اي واحد شدد لي كاميرا الاخر شدد لي دروج جايب لي طياره يصور كيما يحب بلاد بلا شمالي هي يا معلم فيش تحكي ظهر فيك باش ضيع لي وقت ياسر ايش جماعير بيه بيه لح فهمتك تفضل بدي اخذ التعريف والترخيص